عن جد يا جماعة أطيب طريقة فطاير سبانخ ممكن تعملوها وتدقوها بحياتكم عن جد لازم لازم تؤرخ في كتب التراث الفلسطيني قد ما هي طيبة للعجينة رح نحتاج 2 كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات رح نرش رشة ملح وبعدين نحركه كتير منيح مع الطحين ونضيف 12 معلقة حليب باودر يعني لكل كيلو ست معالق عندي مي دافية حطيت فيهم معلقتين سكر دوبتهم بعدين حطيت معلقتين خميرة تحريكة بسيطة هيك وبنسكر عليهم نتركهم يتفاعلوا رح احتاج كوب زيت زيتون كامل لكل كيلو نص كوب زيت زيتون فصار عندي كوب كامل المجموع الخميرة هي صارت جاهزة ضفتها كامل مع المي وزودت كمان طبعا المي كانت جنبي كنت ازود كل شوي على ما احصل على عجينه متماسكه وطريه وما بتلزق انا احتجت تقريبا لتر الا لهاي العجينه طبعا حسب نوع الطحين انتم بتحتاجوا المي شوفوا ما شاء الله عليها هيها ممتازه وتمام هلا رح اضيف شويه زيت زيتون على الوجه واسكر عليها طبعا انا بحب استخدم الطنجره لما اعجن لانه الغطاء بيكون مسكر منيح وما بتنشف العجينه بلفها بحرام وبتركها تتخمر هلا عندي سبانخ مغسول ومفروم فرمه وسط رح ارش شويه ملح وابلش اعصر فيه على ما اطلع جميع السوائل الموجوده فيه لانه هاي السوائل رح تخرب لي الفطاير والعجينه وصراحه تخرب تخرب على الاخر ضروري ضروري نعصر السبانخ كتير منيح ونطلع المي اللي فيه بشكل كامل هيك بعملهم كرات بجمعهم بعصر شوي شوي بالنهايه يعني وبعدين بحطهم على جنب المعصورات واللي بضلوا عندي المي هدول بصفيهم برجع بعصر الباقي وبضيفه السبانخ قلت كميته كتير بس مو مشكلة هلا مع البصل رح يزيد شوفوا فرفطوه شوي إضافة من عندي بصل أخضر مفروم ناعم يعني هذا اختياري أنا كتير بحبه مع السبانخ وعندي بصل أبيض كمان مفروم ناعم بس ما رح أضيفه مباشرة رح أدبله بزيت الزيتون هيك أصولها يا جماعة بتدبل البصل الأبيض المفروم ناعم بزيت الزيتون وبس يصير طري ودبلان من غير ما ياخد لون هذا شيء كتير مهم بضيفه فوق السبانخ وبحرك المكونات بالكامل طبعا انا ما راح اضيف ملح لانه انا كنت ضايفه اثناء التعصير فبيكون في ملوحه باقيه عندي هنا فلفل اسود وسماء بلدي السماء ضفت كميه محترمه وراح اضيف شطه والشطه اختياري وراح اضبط الليمون وراح اضيف زيت زيتون بالنسبه للليمون بكيفكم بدكم اياه كثير حامض زودوه ما في مشكله هالحين بنخلط المكونات مع بعض واطيب اطيب حشوه سبانخ بتصير جاهزه على فكره انا باكلها هيك بحط لي صحن صغير وباكلها زي السلطه المهم العجينه خمرت بعد خمسة دقيقه لانه البيت عندي بارد الفاس الأولى هاي كثير مهمة صراحة، بنرجع بنترك العجينة كمان ربع ساعة ل 20 دقيقة وبهي الأثناء أنا رح أجهز الصينية والفرن والأمور الثانية. الصينية اللي بدي أحط فيها قراص العجين بدهنها بزيت زيتون وبقرص كرات بالحجم اللي أنا بدي إياه، بدكم إياه صغير ووسط كبير براحتكم، صراحة أنا عملته شوي كبير بنحب الفطاير هاي بالذات تكون كبيرة. هلا بحطهم كلياتهم بالصينية الأولى وبسكر عليهم بتركهم يرتاحوا بكمل الباقي وبس أخلص بتس بتصير العجنه الاولى مرتاحه عندي اقل إشي 20 دقيقه، هلا بنبلش الرق بزيت الزيتون بتستخدموا ايدكم والشوبك براحتكم، انا للامانه ما بحب كثير استخدم الشوبك، راح احشيها حشوه مرتبه وماما دائما بتحكي 10 زكوات ولا مية بلوات، اللي بيعرف معنى هذا المثل يكتب لي بالتعليقات لانه في مسابقه كثير حلوه وجوائز بتجنن، بنسكرها بشكل مثلث بهالطريقه بنضغط عليها وبالصينيه لما بدكم تحطوها يا جماعه قلبوها لتحت محل ما انتم سكرتوا العجينه طبعا هيك بتحافظوا على الشكل وضروري نحط كميه زيت زيتون محترمه بالصينيه اللي بدنا نشوي فيها الفطاير وكمان احرصوا انه على وجه الفطيره يجي زيت زيتون يعني دهنوها بزيت الزيتون وبندخلها على الفرن على درجه حراره 200 من الاسفل وبعدين بنحمرها التحميره الحلوه اللي انتم شايفينها عجينه ولا اروع مثل الحرير زيت الزيتون طالع يعني هاي الفطاير طعمه رهيب مع السمانخ مع الحموضة اللي فيه صراحة هاي الفطيرة بتفوز 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 من أطيب الفطاير اللي ممكن أكلها بحياتي وما بتزيد طيابتها إلا بشاي بالمرمية وعليكم ألف عافية